بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الدراسة اللي كنا أطلقناها في إطار البرنامج المسجل في إطار الإفسي سياد 2024 المتعلق بإنجاز أضواء ثلاثية على مستوى طرقات على مستوى مدينة تندوف للتحكم أكثر بصفة جيدة في حركة المرور بالتنسيق مع كل المصالح خاصة المصالح الأمنية. اليوم بعد إتمام الإشغال أشرفنا على إعطاء إشارة انطلاق هذه الأضواء، بالإضافة إلى هناك مشروع يتضمن كذلك تركيب عدة لوحات توجيهية ضوئية على مستوى من مدينة تندوف، وهذا يدخل في إطار الاستجابة لإنشغالات المواطنين اللي كانوا ينحوا على ضرورة إنجاز مثل هذه المشاريع على مستوى مدينة تندوف أو بصفة عامة على مستوى الولاية. هذا من ناحية، من ناحية أخرى أننا نطمئن الساكنة بأن ما يتعلق بتهية الأرصفة لازلنا نصل إليها، هذا فقط تركيب إشارات ضوئية. أما تهية الأرصفة في إطار البرنامج اللي يخصه السيد رئيس الجمهورية لإعادة الاعتبار لمدينة تندوف خاصة الأحياء القديمة، أطلقنا دراسات في هذا الجانب عن طريق مدير تعمير البناء. مكاتب الدراسات هي في إطار لإنهاء انتهاء الدراسات، وإن شاء الله تنجز أرصفة على مستوى تندوف بنفس المقاييس اللي راهم يشيروا لها ويلحوا عليها ويلحوا عليها الساكنة إن شاء الله. وكما قلت سابقا سيحضر معنا ممثلي جمعية الأحياء لهذه الأحياء المعنية بالتهيئة عندها إلقاء الدراسة وعرض الدراسة، وبالتالي سيتابعون كل صغيرة وكبيرة تجري على مستوى أحيائهم إن شاء الله. لهذا نهنئ الساكنة بهذا الإنجاز، وإن شاء الله كان إنجازات أخرى رأي في الأفق إن شاء الله بحول الله. وطنيا نيوز، الواقع من المواقع.